اهلا بكم اعزائي متابعي تلفزيون الوطن في كل مكان، ومعنا تغطية اخبارية جديدة وهنتكلم فيها عن الترم الثاني وتحديدا سنتين رابعة وخمسة ابتدائي، واللي كان فيه كلام كتير عنهم في الفترة اللي فاتت، وكان فيه شكاوى من انه المنهج تقيل شوية على طلاب رابعة ابتدائي وخمسة ابتدائي. لكن الوزير النهاردة بيقول بشرى سارة للطلاب والاولياء الامور بخصوص الترم الثاني لسنة رابعة ابتدائي وكمان لسنة خمسة ابتدائي. الكلام ده قاله فين؟ الكلام ده قاله النهاردة قدام مجلس الشيوخ في جلسة كان بيحضرها وزير التعليم ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي. زي ما قلت لحضراتكم بشرى من الدكتور رضا حجازي لطلبة الصفين الرابع والخامس الابتدائي، واللي قالها قدام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ النهاردة. الوزير قال انه الاهالي هيسعدوا خلال الفترة المقبلة بالمناهج الجديدة اللي هيتم تطبيقها في النصف الثاني من العام الدراسي الحالي، وده هيحصل دون الاخلال بنواتج التعلم. واضاف الوزير دكتور رضا حجازي في كلامه النهاردة في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ان منهج رابعة وخمسة ابتدائي، يعني هو قال انا بتكلم عنه كتربوي، لو احنا عايزين نعلم تفكير يبقى نبطل ان احنا نكدس الكلام والمناهج في التدريس، وده لو كان الهدف تنمية الفكر. وقال كمان ان احنا في حاجة للتوسع في المفاهيم، وان احنا في حاجة للتوسع ايضا في ازاي الطلبة يستوعبوها وازاي احنا نقدر نوصلها لهم يعني المستوى او المناسيب المطلوبة علشان يقدروا يستوعبوها ويفهموها. الوزير أكد في كلامه قدام مجلس الشيوخ كمان النهاردة على تغييرات كبيرة في المناهج الدراسية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، وقال في الفصل الدراسي الثاني هتلاقوا تعديلات كبيرة في المناهج دون الإضرار بالطالب أو بالتعليم. الوزير قال كمان إحنا اختزلنا التعليم في شهادة، والشهادة مش هتأهل التلميذ لأي حاجة، وأبسط مثال هو التعليم الفني. علشان كده لجأنا للمدارس الفنية التكنولوجية بمشاركة صاحب العمل، أما طلاب المدارس الفنية العادية فهم غير مؤهلين لاستخدام أقل الآلات، وده طبعا بحسب ما بيرى وزير التعليم والتعليم الفني. الوزير قال كمان أن بعض الدول الكبرى في الصناعة طلبت عمالة من خريجي المدارس الفنية التكنولوجية اللي بيتم تدريسهم في مصر، واللي بيتخرجوا في مصر من المدارس دي، ومن بينها دولة ألمانيا، ودي يعني بشرة كبيرة للطلاب اللي بيدرسوا في المدارس الفنية انه اسواق العمل محتاجاهم ومحتاجة نماذج كتيرة منهم. والدليل الاكبر انه دولة زي ألمانيا او دولة بحجم ألمانيا، طبعا حضراتكم عارفين انه ألمانيا دولة من الدول الصناعية الكبرى، طلبت من هؤلاء الخريجين من المدارس دي. كمان وزير التربية والتعليم قال أمام مجلس الشيوخ أنه من ضمن التغييرات الجديدة اللي هتحصل أنه اللغة الفرنسية هتكون لغة تانية في المرحلة الإعدادية، وقال في بروتوكول بشأن تدريس اللغة الفرنسية، والمركز الفرنسي في القاهرة في الوقت الحالي اللي احنا بنكلم حضراتكم فيه بيدرب المعلمين للاستعداد لتدريس اللغة الفرنسية في الإعدادية علشان هتبقى لغة تانية زي ما قال الوزير النهاردة. يعني دي كانت ملخص الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اللي كان بيحضرها النهاردة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللي اتكلم عن حاجات كتيرة، اتكلم عن الترم الثاني، واتكلم عن الدروس الخصوصية، واتكلم عن الكثير من الملفات في المدارس وفي التربية والتعليم بشكل عام. ولكن كان من أهم النقاط اللي احنا حبينا نقولها لحضراتكم في هذه التغطية الإخبارية هي نقطة انه رابعة وخمسة ابتدائي اللي الأهالي اشتكوا كتير منهم، الفترة اللي جاية هيكون في تعديلات على المناهج، قال الوزير انها هتسعد كل الطلاب وأولياء الأمور. بشكر حضراتكم جدا، كنت معكم أنا عبد الرحيم الليسي، ونلتقي في متابعات إخبارية أخرى.